السلام عليكم، ورجعت لكم في الجزء الثاني من أساطير السوبر نوفا. خلونا نبدأ. مثل ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت، كل اللي وصل الى فوق 100 مليون او من 100 مليون فما فوق من القراصنة الجدد واثار ضجه قبل وصوله الى الارخبيل لقب بالسوبر روكي، لكن ال 11 قرصان هذول بالذات لقبوا بالسوبر نوفا. ليش؟ لان في مجموعه نجوم شمسيه او مجموعه كواكب في المجموعه الشمسيه اسمها سوبر نوفا، مكونه من 11 نجم او 11 كوكب، عشان كذا لقبوا بالسوبر نوفا. دائما يكون اسمهم السوبر روكي او روكي الخارقون او المبتدئون الخارقون، هذول سموه بالسوبر نوفا لانهم 11 مثل ال 11 كوكب، وصلوا الى ال 100 مليون فما فوق واثاروا ضجه في الارخبيل، عشان كذا لقبوهم بسيئين السمعه. على العموم خلونا نبدا ونكمل في حلقه السوبر نوفا الجزء الثاني، والحين مع المركز السابع. في المركز السابع من اكثر الشخصيات المرسومه جمالا واكثر الشخصيات المثيره للجدل لقب بالماساكر سولجر او جندي المذبحه كيلر. طبعا كلمه كيلر معناها القاتل مش السفاح، لا القاتل. كما صرح عودة انه مش مقصود فيها القاتل بما معناه انه قاتل، لا اسمه فقط كيلر. زي ما انتم شايفين شكل قناعه مشابه كثير لاحد نجوم الروك اند رول المغنيين الامريكيين اللي هو صاحب الصوره هذه، اسف ما اعرف اسمه، كان في ذاك الوقت مشهور في اليابان جدا. على العموم اودا قال انه ما في اسطوره حيه او خرافيه بنى عليها شخصيه كيلر او اسم كيلر، فهو شخصيه مبتكره تماما، يعتبر من السيافين بفضل الأسلحة، لكن ما صرح انه من السيافين. جائزته كانت 162 مليون قبل مرحلة السنتين، والحين جائزته وصلت الى 200 مليون. شو الاساطير المبني عليها كيلر ما قدرت تتوصل؟ شنو هي اسرار كيلر ما قدرت؟ لكن من الاشياء الطريفة اللي صرح فيها اودا عن كيلر انه ما يخلع قناعه نهائيا حتى لو جاء ياكل، وانه يفضل الاكل السائل بحيث انه يقدر يمتصه من خلال الفتحات او الثقوب الموجوده هذه. مما لاحظته انا بكيلر انه مثل بيم باكمان في طاقم شانكس، مخطط حنيك ذكي هادئ، وانا اعتقد انه له دور قوي جدا في الاحداث الجايه. وزي ما شفنا واحد اسباب تحالف كيد مع القراصنه السوبروكي الثانيين هو كيلر، ويتشابه كيلر مع بيم باكمان وزور انه الساعد الايمن. يعني صراحة اشوف لك يا كيلر شيء مو طبيعي. في المركز الثامن جولري بوني. جولري بوني كانت جائزتها 140 مليون. من الاساطير المبنية عليها جولري بوني هي ان بوني او ان بون، من القراصنة المشهورين جدا القرصانة ان بوني، واللي صرح عنها انها كانت تقاتل افضل من القراصنة الرجال. ان بوني فيها ميزة تلمح الى جولري بوني، ان ان بوني كانت جاية من عائلة نبيلة وتحولت الى القرصنة. من النظريات الموجودة على جولري بوني انها من العوائل النبيلة، وعشان كذا البلاك بيرد كان يبي يساوم عليها اكاينو عشان ياخذ سفينة كبيرة، وهرب وسلمها الأكاينو. وزي ما شفنا الحين في أحداث العالم الجديد لما وصل لوفي لدسوزا، ان بوني تحررت من سجن أكاينو. إذا هي إما أنها ما كانت مسجونة أو أنها قدرت تهرب. في نظريات كثيرة عن ان بوني وعن قوتها. أنا كان لي توقع أن ان بوني هذه من العوائل النبيلة، أنها ما كبيرة في السن قدرت تصغر نفسها بقدرة فاكهة الشيطان اللي عندها. ولما درست أكثر عن نظريتي في أم لوفي، أن أم لوفي تنحدر من عائلة نبيلة، جاء في راسي أن ان بوني قد تكون هي أم لوفي نفسها، مما يشتركون اثنينهم وجوههم في الشراهة في الأكل والطرافة والبلاهة. فيهم صراحة توافق كبير بين ان بوني ولوفي، حتى لو ركزنا في رسمهم بنشوف فيه تشابه. هذه مجرد شطحة من شطحاتي وقد تكون واقعية، لكن انا اقول ان ان بوني كانت من النبلاء وتحولت الى القرصنة،
وهم يبونها لهذا السبب. في نظريات كثيره في النت ليش اكاينو والتينو يوبي يبون امبوني. انا صراحه من وجهه نظري نظريتي هي الاقرب للصواب، مع ليش تحيز لنظريتي انا حر، انا اسف طبعا هذا تحيز لنظريتي انا مقتنع فيها، لكن هذه هي نظريتي عن امبوني. طبعا انا قاعد اقول امبوني امبوني هي جولري بوني، اسف قاعد اقول امبوني. على العموم خلونا ننتقل الى المركز التاسع. في المركز التاسع كابوني بيج جائزته 139 مليون، اتمنى اني قلت جائزته واسمه صح. على العموم كابوني بيج مقتبس من رجل المافيا المشهور آل كابوني، عصابة آل كابوني. زي ما شفنا انه لما جاي هاجم اخرج ناس صغار من جسمه كثار. هل هي قدرتها باراميسيا؟ هل هي قدرتها اللوجيا؟ هو مش زون، هذا شيء احنا متأكدين منه، لكن هل هي باراميسيا؟ هل هي لوجيا؟ انا مش متأكد، لكن كما صرح ان الوحيد اللي مش باراميسيا في السوبر نوفا هو اكس دريك، فاعتقد اذا انه باراميسيا. وزي ما شفنا انه رجل عصابات، وزي ما شفنا شكله مقارب جدا للرسم الكاريكاتيري الآل كابوني. آل كابوني هو رجل مافيا امريكي من اصل ايطالي، اثار ضجة في العالم كله، بدأ كلص صغير وكون له اسم خطير في عالم المافيا والجريمة، وهذا اللي شفناه كابوني بيك سواه لما كان قرصان صغير، وسواه لاسم كبير في عالم السوبر نوفا. وين موقعه الحين؟ وش اللي قاعد يسويه الحين؟ انا ما عندي اي تصور نهائيا، لكن واضح ان انسان يدرس ويخطط ومحنك، لانه مش من الناس اللي تهوروا في لقاء كيزو او الباسافيستا لما هاجموا على الارخبيل. هذا كل اللي قدرت اتوصله بالنسبه لكابوني بيج من نظريات واساطير. الحين خلونا نروح للمركز العاشر. في المركز العاشر حبيب الكل ومعشوق الملايين رونانوا زورو، نائب لوفي والساعد الأيمن، وكما يلقبه بعض القراصنة الكابتن من وراء الستار لطاقة قبعة القش، رجل الرجال في مسلسل ون بيس. لما أحد المتابعين سأل أودا، أنا حاولت أقص شعري نفس شعر زورو، صبغته بنفس لون زورو، مع ذلك ما طلع شكلي مثل شكل زورو. رد عليه أودا، احلق شعرك بروح الرجل، قصده لا تسوي لي فيها ديكورات وميك اب زورو، حالك شعر زورو رجل. زورو يمثل الروح الرجولية في المسلسل. ايضا اودا صرح انه لما بدا مسلسل ون بيس يبي يكتب انمي بروح رجولية اكثر، وما شفنا روح رجولية في المسلسل مثل رونونوا زورو. انا من عشاق الشخصية هذه، مش هو الاول عندي، لكن انا من عشاق شخصيته. كانت جائزته 120 مليون بلي. ومثل ما تكلمت في اكثر من حلقة، هو مقتبس من القرصان الفرنسي لولونيس فرانشيز واللي اشتهر في المكسيك. والقرصان الفرنسي هذا اشتهر بتقطيع وسلخ جلد ضحاياه بالسيف، فيعتبر سياف خطير جدا. كلمة زورو ايضا مقتبسة من السياف المكسيكي الاسطوري زورو، في اقتباسات كثيرة، لكن ولا واحد منهم بالنسبة لي يصف يم زورو في قوته. قلت انا نظريات من قبل في حلقات الومضات، لكن للجدد منكم، انا نظريتي زورو انه يعتمد بشكل كبير لا على الهكي ولا على فاكهة الشيطان. زورو وصل بقوة اللعنة اللي فيه وقوة سيوف انه يقطع فاكهة الشيطان، وهو عند القوة والقدرة على قطع فاكهة الشيطان بدون استخدام الهكي. زو ما يحتاج للهكي، وشفناها كثير مع مستر ون اللي يتحول على الحديد من منظمة كوكودايل، وشفناها ايضا لما قطع الجاذبية حقت فيجيتورا، وشفناها في اكثر من موقف يقطع فاكهة الشيطان. حاليا الاحجار اللي يسويها بيكا، زورو عنده القدرة على قطع فاكهة الشيطان، وكذا قدر زورو يقطع مونت مش بالهكي. أنا رجعت لأكثر من موقع، كثير منكم يقول لي بالهكي، أنا رجعت لأكثر من موقع، ما في اختلاف بين المانجا ولا الأنمي. زورو لما قطع مونت قطعها بقوة سيفه، لا استخدم لا هكي ولا غيره، استخدم قوة السياف الموجودة عنده. صححوا معلوماتكم، انا رجعت للمواقع الرسميه، زورو ما استخدم الهكي نهائيا مع مونت. في المركز الحادي عشر والاخير اوغ، وطبعا هو ينطق، هو اسمه ماخوذ من اسم عربي واللي جينا ننطقه ينطق عروج. انا تكلمت عن شخصيه عروج من قبل في حلقات الاساطير لما قلت ان شخصيه فيشر تايجر هذه ما
مأخوذة من شخصية عروج كانوا يتشابهون مش في الاسم، يتشابهون في الرسم، يتشابهون في الأحداث والقصة. رجعوا إلى سلسلة الأساطير راح تشوفون تقرير كامل عن فيشر تايجر وعروج. أما في الاسم فقط يتشابه عروج مع عروج بابروس، معناه كلمة بابروس أي اللحية الحمراء، وقيل معناه كلمة بابا روسا أي الأب روسا. هو من المجاهدين المسلمين الذين اتخذوا حرب القرصنة البحرية سبيل للجهاد ضد الأسبان، وزي ما شفنا كثير من الأساطير كانت حروبهم ضد الأسبان، لكن هو من المجاهدين المسلمين اللي حارب الأسبان وحارب كثير من العبيد المسلمين الذي أسرهم الأسبان، وكانوا مسلمين الأندلس أسروهم الأسبان وحولوهم إلى عبيد. عروج بربروس حررهم من السلطة هذه وكون له منهم أسطول قراصنة كبير، وهاجم الأسبان مع مين؟ مع أخوه المجاهد الأكبر والفارس الأكبر خير الدين بربروس، واللي قلت إنها أخذت منه قصة الوايت بيرد. ورجعوا لسلسلة الأساطير، خلونا الحين مع أورج. طبعا زي ما احنا شايفين أورج تشابه مع عروج في الشكل. أورج الحين خلونا نركز عليه كشخصية. بالنسبة لي أنا أشوف أورج في تشابه كبير بينه وبين الكهنة اللي كانوا موجودين مع النل في سكايبيا، حيث أن جناحه معكوف على تحت، الأجنحة المعكوفة على فوق هي سكان سكايبيا، الأجنحة المعكوفة على تحت هي حقت مين؟ أتباع النل. هو الوحيد اللي شفناه من المشابهين لأتباع النل ومن جزيرة السماء موجود تحت. شين هي أسطورته؟ واضح أنه شجاع جدا. هل هو من أتباع النل، من كهنة النل اللي أرسلهم النل لاستكشاف البحر؟ خاصة أن لوفي قال للنل أنك لما تنزل البحر الشرقي أو تنزل البحر الأرضي راح تلاقي قراصنة مرعبين كثار. هل هو أحد الكشافين اللي أرسلهم النل، وأن أحد كشافينه وصل أنه يكون من السوبر نوفا، ولا هل هو قرصان منشق وسواله مجموعة خاصة في البحر الأرضي؟ ما أدري، لكن واضح أنه وراه الغاز قوية. الحين قبل لأنهي الحلقة أنا ذكرت لكم الـ 11 قرصان اللي من سوبرنوفا، وأرجع أعيد وأكرر منه الأقوى فيهم. أنا نفسي مش متأكد من شخصية معينة، لكن المنطق يفرض نفسه نظرية الشخصية أنه لوفي هو الأقوى، راح يكون الأقوى وراح يكون الملك، هذا شيء انتهينا منه. لكن منه فيهم راح يثير الجدل أكثر، هل هو كيد لوفي أم لا؟ هالثلاثة أنا أشوفهم هم الأقوى والمرشحين الأكثر إثارة الجدل. ونونوا زورو وكيلا راح يكونون ونونوا مع لوفي، كيلا راح يكون مع كيد. أيضا عندنا أورج، أنا نظريتي أن أحد المنشقين عن إنل، وأنه راح يكون أحد أسباب عودة إنل إلى البحر الشرقي أو إلى البحر الأرضي ومن ثم إلى العالم الجديد هو أورج. أنبوني وجهة نظري فيها أن هي أم لوفي، أتمنى شطحتي تكون في محلها. اللي يستخف بشطحتي لا تستعجل، ممكن أضحك أنا في الأخير. هذه نظرياتي عنهم، انتظروني في الأسبوع الجاي إن شاء الله راح أجيكم بحلقة خاصة وحلوة وجميلة. بالنسبة للتساؤلات عن حلقة التساؤلات، أنا جالس أجهز لكم حلقة حلوة، انتظروها، هل بتكون خلال هالأسبوع أو الأسبوع اللي بعده؟ أنا ما هنزل حلقة التساؤلات إلا حلقة تكون رهيبة جدا، ولازلت أترجم تصريحات أودا عشان أنزلها لكم. لا تنسون السبسكرايب والشير واللايك، ونشوفكم.